صباح الخير عليكم، صباح النور والرباح، صباح التفاح على الناس الملاح. نتمنىكم بخير وعلى خير. هاد النهار ان شاء الله غنوجد معكم واحد لا طارت و بوم، وفوالا لي زانغريديون، المقادير اللي غنحتاجو. اول حاجه غنبغيو التفاح، واحد 4 ولا 5 تفاحات، نقيوهم مزيان، نحيدو ليهم داك الزبل اللي كاين لداخل. غناخدو من بعد واحد تقريبا كاس ونص ديال الحليب، ما يعادل 300 ملل، بيضه، خصنا لا كريم باتيسيير، خصنا واحد ساشي ديال لو سوكر فانيي، خصنا سكر سنيده بودر، لتزيين اللوز افيلي بحال هكذا مقطع، وحوايج اخرين غنقولهم لكم او فيغ ميزور، لا بات بريزي والزبده. دونك لا بات بريزي انا كناخذها واجده موجوده، جو في ليطالي على لو بلا ديالها وندير عليها دقات بلا فورشيت باش الطياب يدخلها رابيدمون. دونك فوالا البنات، خذوا راحتكم وقادوا داكشي بشويه عليكم، نتمنى هاد الوجبه تكون سهله عليكم. من وراها كناخذ واحد 3 تفاحات، كنقطعهم من بعد ما نقيتهم، كنقطعهم مرصوات صغار وكنحطهم ديريكتومون في مولينكس. من وراها كنزيد الحليب 300 ملل، كاس ونص، كناخذ ساشي ديال سكر فانيي، كنحطها حتى هي باش تعطي ديك النسمه ديال الفاني اللي كتكون حلوه بزاف، بيضه حتى هي كنزيدها على الخليط، كناخذ واحد 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، ابخي على حسب لي كو ديالكم، الا ما بغيتوها سكري بزاف كديروا غير 2 معالق صغار، دونك نتوما وشنو كيعجبكم. من وراها كناخذ لا كريم باتيسيير، كريم باتيسيير دونك 2 معالق ديال لا كريم باتيسيير باش كنضمنوا هذيك التعليكه وكتجينا بحال لو كو ديون كريم في الخليط ديالنا. كنخلطو، كنخليوه يتخلط مزيان مع راساتو. فوالا، ومن وراها كناخذوا هذاك الخليط كنديروها في واحد الكاسرول وكنخليوه يتجانس مع بعضياتو باش يلاه يعقد لينا شويه. كنديرو خليوه على عافيه مهيله، جونغ تكون شويه خفيفه باش يلاه كيعقد بشويه بشويه. دونك مع التحريك ما تنساوش تحركوا مره مره هذاك الخليط اللي عندنا. ملي كيبدا يعقد شويه كنزيدو عليه واحد 2 معالق كبار ديال الزبده باش يلا يختر لينا مزيان، 2 معالق كبار، وكنبقاو دائما مع التحريك حتى كيعقد مزيان وكنحسو به ولا بحال الكريمه. فوالا، اول ما كيعقد كنحطوه كامل هذاك الخليط وهو سخون، كنحطو في هذيك لاباط بريزي اللي انا ديجا كناخذها موجوده، اي اون ليطال بيان كوم يل لو فو. دونك هذاك الخليط كامل كنحطوه تما وكنقادوه شويه. من وراها كناخذو دوك التفاحات اللي منقين، نورمالمون غنكونو قطعناهم سوا شرائح سوا مربعات كيف ما بغيتو نتوما، وكنزينو بهم هذيك الخليط ديالنا من الفوق. لاطاف كتزين لينا بهاد التفاح، سوا انا درتهم دي طرونش، ابخي كل وحده كتزين كيف ما بغات. دونك داك التزيين راه كيسيون دو كو، كل وحده دير لها كيف ما بغات. وكناخذ من وراها بور كيل سوا بيان كاراميليزي كندير عليه شويه ديال السكر، كندير درو فوق منه باش يلا كيعطي واحد اللون اللي هو شويه ديال الكراميل، وكندير معاه شويه ديال القرفه كذلك، النسمه ديال القرفه كتخليها ولا اروح حتى هي. فوالا، هاد لاطار ديال التفاح كنتمنى المقادير ديالها تكون سهله عليكم.
دونك راها ما صعيباش، خص غير شويه ديال الكوراج. المكونات كلها كنلقاوها في الدار وسهله، ماشي شي حاجه اللي كنجيبو خصنا زعما نفكروا ليها بزاف. دونك هاد الشيء كناخذوا هاد لا طارت ديالنا، وكنكونوا او ميم طون درنا الفران يسخن شويه على ما يعادل 180 درجه، وكندخلوها للفران بالصحه والعافيه. دونك كنخليوها تقريبا في هاد الفران، يعني ما بين تسخن لينا، انا كنديرها تسخن من الفوق ومن التحت او ميم طون على واحد الدرجه اللي هي 180، وكنخليوها 20 مينوت. من وراها اول ما كتبان لي بدات كتحمر كنخرجها وكنزوقها بشي حاجه اللي عندك. انا كندير شويه ديال اللوز اللي هو افيلي، ولا عندك كاوكاو ولا بيستاش. انا علاش كنديرها في هاد الوقيته؟ باش يلا هذاك اللوز ولا هذاك التسجيل اللي كنحط معاه كيتقرمل شويه، ما كنبغيهش يكون خضر. دونك كنخليه نعاود ندخلها، نخليها اونكور واحد 5 مينوت ولا 7 مينوت حتى كتبان لي شدات في راسها بحال هكذا. ومن وراها سيادي كندهنها بشويه ديال الكونفيتور ديال لابريكو. بالصحه والعافيه، وباش ما تمنيتو ان شاء الله. نتمنىها كانت سهل عليكم هاد لا غوسيت، ولا عجبتكم ديروا ليا دي جيم دي لايك، ما تنساوش لي كومونتير ديالكم. سيل كي ني با انكور ابوني مرحبا بك في لاشين ديالنا، كنحاول نبارطاجي معكم لي غوسيت اللي هما فاسيل دي زاستوس زوينين، اي او ميم طون بارفوا اون ديسكوت دو كيلكو سوجي. مرحبا بكم، بالصحه والعافيه، وما تنساوش تتابعونا. يلا حباباتي، مع السلامه.